مساكم الله بالخير. اليوم احنا بنسوي ريفيو على موفين بيك مال بتايا. خندش هني، هذا طبعا اللوبي مالهم. يا سلام، اول ما دش المكان في ريحه معينه حاطينها في المكيفات، اعتقد ريحه الساندلوود، ريحه وايد حلوه. هذا هني تصميمهم الداخلي، بس بالنهار مطفين الليتات يشغلونها بعد المغرب. هني عندهم هم بعد بوفيه، يقول لك حتى الاعمارهم الاطفال اللي عمرهم تحت 6 سنوات ياكلون ببلاش. اليوم ما عندهم زحمه وايد. اذا عندك ليت تشيك اوت، بتسوي ليت تشيك اوت لغايه الساعه 2 الظهر. لا تنسون الافترنون بي للشخص الواحد 720 بات. هذا هم بعد عندهم الجابانيز فود 500 بات للوجبه الواحده. عندهم الشوكليت اور هني يصير على حزه الساعه 5 4 العصر للساعه 5 المغرب. هناك راح يكون على الطاوله هذه الحمراء، تاكل جميع انواع البوفيه، الشوكليت بوفيه اللي عندهم هني، وتقعد للساعه 5. بعد ما خلصنا من هني، طبعا هذا المكان يسمى ريد كورل، يعني اللي بيعرف الاسامي. هم بعد هني في عندهم شويه حلويات هني، الايكلير، وهم بعد اجبان بنفس الوقت. في عندهم التشيز كيك، نوعين من العصاير، مانجا والجوائل، هذا الكوماثرا، شويه ايس كريم، توينينج تشايل، توينينج من انجلند. هذا هني تي 55 نيويورك جريل، هذا بس متخصص في اللحوم والستيكات، يعني اللي تبيه من ستيك متوفر هني. تي 55 ويتشر، تتبيرة اللحوم عندهم ومتبرينهم في بعضهم كذا يوم، يعني هذا 270 يوم، عرفت شلون؟ يعني متبل ومخلص ومجفف ومشفوط منه الهواء، بس تسوي له جريل وانتهى الموضوع. وعليك بالعافية. خل نروح نسوي تشيك ان ونشوف الغرفة مع بعض. هذا غرفتنا السويت، اكسكيوتيف سويت. اول ما تدش الغرفة طبعا الحمام فاخر من الدرجة الاولى. طبعا حظنا حلو، خذينا دور ال20. هاني مكان يعني عندك دريس كورنر تبدل فيه، هذا كبتك، هذا معطينك سليبرز تحت، الباث روب فوق، امبريلا معطينك هني معاهم، سيفتي بوكس مثل ما تعودنا، هذا الليت اليدوي. عندهم قول معاي طاولة الأوتي مع أوتي. هني عندك البانيو بشكل دائري، وفي هذه القضابة عشان اللي يعني اللي أعمارهم كبير كبار بالسن وكذا. يعزكم الله المرحاض. وهم بعد في على فكرة البربيش مال الماي، هذا الشاور فيه هم بعد رين شاور فوق، فيها دتشة تقعد تليف نفسك. السلام، فيه الفيو هذا الحلو. يا سلام، حاليا المغرب عندي، ف هذا الفيو الحالي. باكر ان شاء الله الصبح يتصور احلى من كذي. هذا طبعا موفين بيك بتايا الوسطى. خلينا نكمل الريفيو. طبعا مغسلتين عندك، وفيها كل اللي تحتاجه حق ليلتك، من لوشن، من بودي واش، من صابون، والباب طبعا سلايد كذي خالصين منه. باب عود حتى، باب السويتشات هني مال المكيف، السنسر مال المكيف. بعد ما
نخلص من الحمام هني هنا على البيد اريا، فيها تلفزيون بالحائط مقابل هذا، الفراش كينج سايز. هاي طبعا القعده هني فيها تليفون هم بعد، واوراق تكتب ملاحظاتك عليها، شغلك قاعده هني هم بعد، تكون قاعده رومانسيه يمكن. تنفع والله، تنفع والله تنفع. هذه هم بعد هني الفيو الثاني، هذا منظر الغروب صراحه خرافي، احسه بانوراما. الفيو بانوراما خرافي، مينون مينون مينون. هذا باكر الصبح راح يكون احلى واروع واجمل بعد من اللي قاعد نشوفه حاليا. خلينا نكمل الريفيو مع بعض يا جماعه. هاي طبعا تي ستيشن هني، يعني فيها كبسولات القهوه اذا حابب تسوي، يعطونك ماي هني غرشتين، اذا تبي زياده دق على الريسبشن يعطونك اكثر من غرشه ماي. طبعا هذا قول معاي الشاي هذا كله فري، الكوفي هذا كله فري، تقدر تستخدم الجسمه. هذيل الشغلات هذه المكسرات كلها تشتريها بفلوس. هذا طبعا المحرمات انا مالي شغل، بس الله يبعدنا عنه. بعد ما جينا هني الاوفيس هذا، يعني كانك انت ماخذ سويت غرفه وصالة محترمين، يعني سعرهم مناسب. انا طبعا خليت الابجريد ببلاش، لا تسألني ليش. هذا هني الفيو، قاعدة مع حالك. هذا الفيو طبعا احنا مثل ما قلنا بتاية فيها كذا بقعة، بقعة اللي تكون هي في الوسط في الغرب، وسط البتاية الوسطى، بتاية الغربية، نورث تعتبر في الانجليزي. اللي يحب الفيو ما الفيو، احنا بالدور 20 مثل ما قلنا. شوف منظر الغروب حاليا، الحين الساعة كم؟ الساعة 7 عندي المغرب. شوف وين هاي، طبعا ترى كنا هناك احنا قاعد نسوي الفيو من هناك. شوف المنظر، هدوء منعزل حتى من الشارع العام، منعزل. بس ان شاء الله باشر راح يكون واضح واوضحها طبعا، اذا بنقول المنظر الليلي او منظر المغربية في هذا الفندق الجميل. صراحة انا رحت بولمان، بس عندهم اعادة تصميم ديكور وسقالة مركبين ومش عارف ايش، فقلت لا الموضوع ما راح يناسبنا يبه، فخذيت سويت تشيك اوت على طول وجيت حق هذا المكان. الحين اذا بننزل تحت، هذا طبعا حمام السباحه تابع للفندق نفسه، هذا الملون حق الاطفال، فيها مشروم عوده، وهذا البقعه الخضراء هذه، بس ان شاء الله باكر راح تكون اوضح واوضح. بس انه شنو، ملعب هني، ملعب فيه كره قدم، ملعب طايره او بادمنتون او شيء كذي، يعني ساحه ملعب يعني. وهذا طبعا هناك القعدات، وفيها تقدر تطلب من عندهم العصاير والصودا وكل شيء كل شيء كل شيء. فنشوفكم باكر ان شاء الله ونكمل على خير. تصبحون على خير يا جماعه. صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالنور والسرور. خلينا نشوف الفيو مع بعض من الصبح. يا سلام، وين نبتدي؟ علي بيت، يلا يا سلام. هاي البداية الوسطى مثل ما قلنا، you
في مثل ما تقول مال طائرة أو بادمنتون شيء كذي يعني. هذا حوض السباحة، هذا الملون حق الأطفال، والغميش طبعا حق الكبار. بس والله حلو، والله حلو، أحس مرتب، أحس يعني نسق تنسيق حلو يعني. بعد ما ننزل من الغرفة ننزل لدور الأرضي الجراوند فلور، هنا هني حق موظف الاستقبال. بعد ما تعطيه غرفة رقم غرفتك تقول لهم رقم الغرفة، ياخذونك ويحطونك على الطاولة اللي انت تبيها. طبعا في قعدات داخلية وخارجية بنفس الوقت، بس شوية مو واضحة الصورة هني وسبب الإضاءة الخافتة. في على اليسار وعلى اليمين عيش مقلي. هذا موضوع نودلز، ما نودلز، هذا سمك مقلي بالاعشاب وكذا من سبايسي، هذا خنزير استغفر الله. نوع من انواع النودلز هذا شعريه بس عريضه تكون. المهم هذا هي في شنو، هذا قول معاي عيش، ايوه هذا مثل تقول عيش يعني شربة العيش. هذا قسم خاص حق الاطفال، شوف شلون خلينا اعطيكم اياه كامل. قسم خاص حق الاهال يعني، حتى طاولاتهم طولها قصير. شوف صحونهم مثل مال ميكي ماوس. في البانكيكس، في السوسج، هذا اونيون رينجز، كاتشب، وهذا اهم بعد عيش مقلي حق اليهال. خلاص من هناك هني هذا صويا، حليب الصويا، وتحط معاه التوبينجز اللي انت تبيه، شو اللي انت تبيه. وهذا هني في اعتقد الخبز يكون خبز على البخار، فتحط الكاسترد هذا فيه، الكاسترد الاخضر، البندان، وال هذا ما ادري الله اعلم، وهذا مثل ما تقول لا كاهو مو على البخار، نوع ثاني، هذا شو اسمه مثل ما تقول شباتي، هذا شباتي المقلي، العجينه المقليه هذه، فتحط فيها انت هذا الحليب المكثف، السكر اللي تبي. هذه الشغلات حق الحليب الصويا، انما الباقي حق الشباتي هذا. هذا عيش مفتوح، والله ما ادري شنو هذا، جابانيز كوري اند تشيكن، ايوه هذا، والله ما ادري شنو هذا، فرايد فيش مع صوص الترياكي. هذا هني في البيض، وهذا الهاش براونز، بيك بينز، الطماطم، يا سلام انواع السوسجز، في طبعا التشيكن. طبعا دائما لازم تسالون عن الحلال يا جماعه. هذا هني قسم المعجنات، ما شاء الله حلوه تشكيله، والله حلوه. هذا طال عمرك الفانيليا بريد بودينج، خلينا نشوف شلون صاير مالهم. بسم الله، انه لا يقاوم، لذيذ يا جماعه، ريحته حلوه صراحه. هذا عندك هني التوستايه، الشوايه مالت الجسمه، حط توستك هني، هذا البانكيك، هذه هني الزبده، خبز، قطع الخبز هني سلايساتك تاخذها، اذا في عندك اللوف هذا تاخذه بالفوطه وتقطعه هني وتحطه بالشوايه. خلصنا من هذا، تشوف هني عندك استغفر الله اليوغرت، هذا اصحاب الهيلثي يا جماعه، هذا الموسلي بس يكون يعني بالتوت وكذا، وهذا روب طبيعي، يكون روب بالتوت بالفراولة، وهذا بالشيا سيد اعتقد، ايوه شيا يوغرت هوم ميد. خلاص من هني على الكوفي ستيشن هني، طبعا تاخذ اذا عندك تبي تطلب عندهم ان شاء الله معينة، تاخذ تقول لهم والله ابيك امريكانو، اسبريسو، حي الله شيء. هذا عندك هني ايس شوكليت، تاي تي، ايس كوفي، ماي، تاخذ لك كوابك، هذا طبعا عصير فريش اذا ما خاب ظني، او لا الجوافه،
الابل، هذا اللينجي هذه الفاكهه الموسميه، وهذا الاورنج. هذا في عندهم تشكيله من الايس كريم هم بعد، ست انواع من الايس كريم. هذا صحونهم حلوه، كوفي، ستروبري، كوكونات، فانيليا، شوكليت شيتس. هاي توبينجز طبعا، تاخذ الغرافه مالت شو اسمه الايس كريم وتغرف. هذا هني انواع حلوه من الفاكهه، سلطه فاكهه، رقي، اناناس، بطيخ، جوافه. هذا الحليب في اعتقد في بعض الاحيان يحطوا لك اليافطه مو موجوده، اعتقد لو فات والفول كريم ميلك. هذا في علبه ثالثه موجوده بس الظاهر راح يعبونها الكورن فليكس وما كورن فليكس، وتقدر تحط التوبينجز من بعد ما تبي، سن فلاور سيدز، البيناتس، ريزنز، يعني شغلات حلوه والله. حتى هذا الالمون سلايس المون، عجيب عجيب هذا، عجيب هذا. هي شينا على الاوت ميل، الشوفان اللي يحبون الشوفان والدايت وكذا، شوفان دافي، وتحط معاه اذا تحبي شويه سكر، وهم بعد التوبينجز مال هذا. هذا هني بعد ما غطيناه، بس نغطيه يلا. انواع من السلطه هني، في الشمندر، في الخس، والطماط، والجزر، والصوصات هذي الدريسنج وكذا، ما دريسنج هذي طبعا البصل والخيار. تحط هني التوابل، عند طرشي ما طرشي، وهذا عندك هني التشيز ما تشيز، والشغلات هذه المرتدله ما مرتدله، هذا تشيكن، الباجي خنزير كله، ما تقرب صوبه طبعا نهائيا. زين بنروح نشوف القعدات شلون صايره، حتى في بيض مفتوح يا جماعه، يعني اللي دايت على طول وكذا من الكلام، يعني نشوف نظام القعدات شلون صاير عندهم. خلينا نروح على اللي برا. على اليمين قعدات خارجيه، والله حتى الجو حلو، حتى لو تلاحظون تشوفون الزينه، والله حلوه الزينه، قاعده حلوه برا. بس مثل ما قلت لك، اذا جيت انت في ايام، اذا جيت انت في ايام، قول معاي ايام اجازه طويله، عندك قول معاي عيد الام، راس السنه، وما شابه من الطقات هذه كلها، عيد الماي مثلا، الاعياد التايلنديه، راح تحصل هذا كله فل، يعني يجيب لك حجز مسبق ومن الكلام. هذه القاعده الداخليه، ما نبي نصور العالم احنا، بس خلينا ناخذ لنا لقطه شيء على السريع. القاعده الداخليه شويه مكيفه، في ناس اللي تحب القاعدات المكيفه او الخارجيه، وما يعني عرفت، بس الاضاءه شويه خافته هني، ف حتى القعدات شويه خاصه هني، يعني اذا كان حظك حلو وتقدر يعني تحجز الطاوله هذه على طول، يعني تقعد الصبح شيء مبكر شويه، يعني للامانه بعد الساعه 7:30 خلاص يقوم يصير فل المكان. بعد ما ننزل هني على الدور الارضي عند جهه مطعم تويست اللي الريوق هني الصبح، ناخذ شيء على اليسار، ليتل بيردز كلب. ليتل بيردز كلب هذا حق الاطفال، هذه الاطفال هني عندهم سكجل معين، جدول معين، كل يوم من المندي تو ساندي، يعني كل يوم في عندهم اكتيفيتي محدد معين للساعه. هني طبعا اول ما توصل تسجل اسمك، عندهم وقت معين، نص ساعه لكل عائله او لكل ولد، لان الغرفه صغيره فيبون يقلصون من عدد الاشخاص اللي في الغرفه. اول ما ندش هني، هذا طبعا مثل تقول زحلاقيه كذي، وفيها الكور هذه الملونه، وهني تلاوين ما تلاوين عندهم، موفر لك هذا اللي يقول الشمعي الخشبي، وهني في المغسله اذا انت يعني بتحافظ على الجراثيم وكذا، فقبل وبعد النظافه هم بعد ما تلون، قبل ما تلون، يعني المهم، لان في بكتيريا تذكرون كوفيد ما كوفيد الله يبعده عنا وعنكم ان شاء الله. في حتى عندهم هني البينجو، دوريمون، في عندهم الالعاب هذه اللي تقدر حتى تستفيد منها انت واطفالك تلعبون مع بعض. هذا فك وتركيب هني، مثل ما تقول عندهم شويه مطعم، يعني تلهي اليهال، سوفا شويه كذي حق الاهل يريحون شويه كذي، كتب شويه ناس قاعد تقرا وكذا. هني هم بعد القعده هني، بس ما قلنا شويه صغيره، هو الغرفه صغيره، قصص وكتب تقدر تقرا وتلعب،
وتريح. حتى ترى حتى الاهل يعني يقعدون يريحون يعني. شوف هذا حاطين لك سوني 4 بلاي ستيشن 4 يعني باك بينز كراسي. وهني تصعد على الديرفة يا سلام. يا حتى طري دري طري وهني تروح هني على طول تنزل. ما راح نصعد عشان بعد الفيديو نصعد. ديزاينهم حلو عجيب بس شنو شوية صغير. حتى المنظرة مقاصينها على الفش هذا المنتري لخمة دلفين دلافين نيمو. يا سلام والله حلو. twinkle twinkle little stars. الجو شوي مغيم. هذا الجهة الخارجية من مطعم تويست اللي الصبح اليوم جينا شفناها فيها هذا الجسر يعبرك على ايش اسمه قول معي الاحواض السباحة والمنطقة اللي هناك. هذا على يساري ما في شيء. جسر ثاني من هناك. هذا اعتقد حمام سباحة اخر. هو الفندق مع الموفن بيك في نقطتين. النقطة الاولى حق الاوتيل والنقطة الثانية حق البول فيلا ريزيدنسز. فيعني في مثل ما تقول مكانين. فيعتمد هم بعد انت بعد قبل لا تحجز وكذا اكد مثلا شو اللي تبيه شو اللي محتاجه البول فيلا ولا الاوتيل العادي سيرفيس الاوتيل العادي. هذا الديلي اكتيفيتي هم بعد حاطي لك شو اسمه اقول معاي دوائر هذه عشان البيبي مالك ياخذ صوره مع هذا انجوي ذا مومنت على قولتهم. هذا هني طبعا زحلاقيه. يقول لك هني you must be at this tall to enter water slide. يقول لك لازم يكون طولك 130 عشان تكون تقدر تدخل الزحلاقيه هذه. اذا كان طولك اكثر من 130 نوب cannot be. الا كنت مع اهلك ومثلا ابوك امك تقعد معاك تحطي على حضنها ولا حضنه وينزل معك. بعد حاط لك كورب المسبح حق اليهال يلعبون يستانسون. حاط لك هذه الفوم كور فيه كور كبيره كور صغيره. قاعد ينطون الارضيه هناك. يا جماعه هذا بعد ما خلصوا تنظيفهم ورتبوها بلشوا العالم يجون يقومون يلعبون هني. وهذا طبعا يكتب انترس. بعد ما ينترس يقوم ينكب عليك. شوف رايكوب رايكوب هذا طبعا المساعد هني. وهذا طبعا المشرف مدرب قاعد لكم. حتى في طفاحات حتى في هذا الفوم حتى في هذا التوبس وكذا كرة السلة. المشرومة المشرومة وين سوبر ماريو. من الساعة 4 للساعة 5 عندهم شوكليت اور. شوكليت اور هاي طال عمرك كل انواع الشوكولاته مسوي لك اياهم على براوني فاج براوني كورن فليكس مغطى بالشسمه وعندك كم بعد مكسرات مغطيه بالشوكليت. هذا عندك كم بعد كورن فليكس بالوايت شوكليت. عندك شوكليت كورن فليكس بس شنو مغطى بالوايت شوكليت. وهذا الفاج هذا هني بس خلص للحين ما عبوه. وهذا عندك الشوكليت بار هني حاطي لك. يقول لك اذا كنت شو اسمه ما تاخذ برا بالشسمه المنطقة هذه ما تاخذ شوكولات. ويقول لك اذا كنت انت عندك حساسية من نوع من انواع الاكل او شيء كذي الحليب او كذا والبيض او كذا قول لهم عشان يضبطونك بشغلات اخرى. هني عندهم ليتس ريلاكس مال المساج والسبا والاونسن. هني عندهم وهذا توقيتهم متى يفتحون ومتى يسكرون. من الاحد للخميس الساعة 10 للساعة 10 ومن الخميس الجمعة والسبت عندهم من 10 ليل 11. هني طبعا تاخذ لك بعد ما تاخذ لك الاويل مساج هني عندهم
يعطونك الستيكي مانجو ستيكي رايس مع شاي اخضر. وهذه قعدتهم وغرفهم طبعا داخل القعده قبل لا تطلع من المساج. بعد ما وصلنا الدور الثاني، الدور الثاني طبعا فيه الفتنس والسبا. خلصنا احنا السبا قبل شوي، هذا الليس ريلاكس، والحين راح ندش على الفتنس. الفتنس يبطل مبطل 24 ساعه، اوبن 24 اورز. اول ما دش الفيو طبعا يعني خرافي. هذا الحبيب اللي ابو مستر مصر على قولتهم، ثلاث اجهزه جري، جهازين الليبتيكلز، وواحد مال القواري دراجة. هذا طبعا اختلاف يختلف من ماركت زيفا. ماركت زيفا حلوة يعني كأخذوها من عند شخص واحد يلعب له بالنادي صيت. هذا طبعا الكيبلز، هذا الهامر ماشين او السميث ماشين في بعض المعتقدات الرياضية، كم جهاز حق سكوات او الليج بريس. ايوه الليج بريس، هذا الليج اكستنشن. يصير هم بعد في شغلتين، الليج بريس والليج كيرل. استغفر الله، الليج بريس والليج اكستنشن والليج كيرل. بعد حط لك تفاح، ثلاجة حق الفوط الباردة، منظفات ومعقمات، وهذه مطارة الماي، ماي حار وماي بارد. هذه مالت الظهر، هذه تقدر تلعب فيها اكتاف وصدر وظهر. هذا حق التشست بريس، ممتاز ممتاز ممتاز. هني طبعا هم بعد عندهم حتى مال تبي تسوي ستريتشنج واليوغا مالته كذا، حاط في بالك اليوم بس مثلا بس يوغا وكذا من الكلام. والله اوفرول اوكي يعني نوت باد. هذا من بعد جري شو اسمه الدراجه الثانيه، قاري ثاني يعني. وهذه بعد عندهم الكرات، هم بعد مالت اليوغا، اوزان متنوعه، الكتل بيل، نط الحبل، الميديسن بول. والله حلوه التنوع بالاثقال، حلو. حاطين لك اوزان ثقيله ل 37.5، سبع لا بالضبط، بعد 37.5 بالضبط. خلينا نشوف الفيو مع بعض. شوي من هناك اطلع على البحر، اطلع على حمام السباحة مع الاطفال، بحيرة هذه صغيرة. بعد الريفيو هذا اتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم. اكتبوا لي تحت بالتعليقات ايش رايكم بالمكان هذا، ولا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد. حبايبي اخليكم مع المنظر الليلي الحلو الهادي مع صوت البحر، ولا تنسونا من صالة دعاكم. اخوكم انور امين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.